أعلن محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة استعداد المحافظة لاستقبال أي كمية من المساعدات تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، لافتا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات لاستقبال الجرحى الفلسطينيين ولعلاجهم. وأضاف محافظ شمال سيناء خلال لقائه وفدا من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والأمم المتحدة أن المحافظة تبذل جهودا كبيرة في استلام المساعدات المتنوعة الخاصة بقطاع غزة، مؤكدا أن إدخال المساعدات إلى غزة يمر بعدة إجراءات. من جانبهم وجه أعضاء الوفد الشكر للحكومة المصرية والقيادة السياسية على التسهيلات المقدمة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة. ما فيش عرقلة ولا حاجة، ولكن هي إجراءات تنسيقية وإجراءات تفتيشية على وجه التحديد، عشان زي ما حضراتكم عارفين الشاحنات بتطلع من هنا وبتطلع توصل لغاية رفح، وبعد كده بتخش من رفح لغاية العوجة، وبيتم إجراءات الفحص في منطقة العوجة، وبعدين ترد تاني عشان تخش وتبدأ تنزل. اللي أنا بطلبه من الجميع، وده قلت الكلام ده، إنه يتم تجهيز السيارات أو الناقلات اللي بتودي الغذاء لقطاع غزة، يتم تجهيزها طبقا للقواعد اللي أرستها منظمة الهلال الأحمر المصري، بحيث نزول الحاجات وتحملها ما ياخدش وقت. المشكلة ليست توصيل الشاحنات من جهة مصر. نحن نشكر مصر بكل الدعم والتقديمات والتسهيلات التي موجودة حاليا، ولكن نعرف مع جهود التنسيق هناك إشكالية من الجهة الأخرى، لسبب أن التحقق يتم، يتأكدون أن الأشياء اللي داخلة وين، في نفس الوقت يتأكدون أن المعونات اللي بنوصلها ما هي نوعيتها، وبالأخص إحنا عندنا إشكالية ثانية في داخل غزة، أن لما نوصل داخل بطريقة التسهيل المهمات لتوصيلها لأماكن اللي نحتاجها، سواء للمدارس اللي عندهم أعداد لاجئين أنا شوي بشرح أكثر، أو بالنسبة للمستشفيات المفروض نصل لهم مثلا مستشفيات بغزة. We have delivered supplies of the supply. And again, thank you to Egypt. Thank you to the Egyptian Red Crescent Society. Thank you so much, Shukran. Of the 5 trucks of medical supplies WHO and UNICEF and others have taken in, they've all been delivered now to 7 major hospitals, 5 in the south, 2 in the north, despite huge risks to those carrying out those operations. ولكن على الأقل نقدر نقول شكراً للحكومة المصرية، شكراً لهلال الأحمر المصري والجميع القائمين. إحنا اليوم وصلنا على الأقل نعرف أن 5 من الشاحنات اللي دخلت غزة على الأقل وصلت لـ7 مستشفيات، المستلزمات الطبية وصل لهم باليد، فنعرف هاي. ولكن نتكلم ليس فقط كمنظمة الصحة العالمية، كذلك معنا منظمة الصندوق المتحدة للطفولة، وفي نفس الوقت في وجهات أخرى معنا كمنظمات نحاول التوصيل ونتأكد أن فيه توصيل بقدر الإمكان. Thank you. We're here as a United Nations delegation made up of UNICEF and WHO to express our support for and to thank the government of Egypt, the Egyptian Red Crescent, and all organizations that are working day and night to get supplies across the border into the Gaza Strip. طبعا دكتور تيد يقول انه هو يعزز ويكمل الشراكه ما بين المنظمتين، واحنا موجودين كمنظمه الصحه العالميه ومنظمه اليونيسف لدعم الحكومه المصريه، ونشكر الحكومه المصريه للتسهيل لنوصل الاغاثه الانسانيه، ونشكر هلال الاحمر المصري، وانا بدوري اضيف وخاصه رئيس الهلال الاحمر المصري اللي هو متواصل معنا ومع زميلي سيد جرمي بشكل مستمر. Every truck that goes into Gaza makes a difference to your question, but we need more. It should not be 20 trucks, it should be 100 trucks, but every truck makes a difference. كل شاحنة تعمل تغيير في داخل غزة. المفروض ما نتكلم فقط عن 20 شاحنة، ولكن نتكلم عن 100 أو 200 بشكل يومي، وهذا هدف الأمم المتحدة، أن نوصل الشاحنات أكثر.